داعشي يهدد عدة مدارس في فيينا بعملية تطهير. تشديد العقوبات على تمجيد النازية وحماس بغرامة تصل لعشرة آلاف يورو. محاكمة داعشي مرة أخرى بعد تطرفه من جديد. النمسا وتشيك تؤكدان على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة لغزة. شجار في منزل ينتهي بجريمة قتل. وتراجع نسبة استهلاك اللحوم في النمسا. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. تلقت عدة مدارس في فيينا اليوم تهديدات بوجود قنابل، مما أدى إلى إخلاء المباني وتفتيشها من قبل الأجهزة الأمنية. ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، لم يتم العثور على أي أجسام مشبوهة خلال التفتيش، لكنها لا تزال تأخذ التهديدات على محمل الجد، وأشارت إلى أنها ربما تكون صادرة عن مجموعة إرهابية مجهولة تدعى تنظيم كورليون، والتي أعلنت عن نيتها القيام بتطهير المدارس في فيينا من السابع إلى العاشر من نوفمبر الجاري. يذكر أن النمسا رفعت مستوى التأهب الإرهابي منذ منتصف أكتوبر. أعلنت الحكومة النمساوية عن تعديلات على قانون الحظر بهدف تشديد العقوبات على تمجيد النازية وجماعات مثل حماس. وتضمنت التعديلات زيادة العقوبات لمن يحمل رموز النازية والجماعات اليمينية، ويشمل القانون أيضاً النشر من الخارج مع التهديد بفقدان الوظيفة الحكومية في حالة الإدانة، كما يجري توسيع السلطات لمعاقبة مروجي النشاطات النازية على الإنترنت، وتعد هذه الخطوات استجابة للزيادة في العنصرية والتطرف اليميني ونقل المعلومات الخاطئة، ويبقى القانون يحتاج لأغلبية برلمانية. قدمت النيابة العامة في فيينا اتهامات جديدة إلى محكمة الجنايات الإقليمية ضد شاب يبلغ من العمر 17 عاماً متهم بالانتماء لتنظيم داعش. وتعود جذور القضية إلى عام 2022 عندما حكم عليه بالسجن لمدة 21 شهراً مع وقف التنفيذ جزئياً بسبب أنشطته كداعية للتنظيم الإرهابي. ومنذ ذلك الحين تصاعدت حدة نشاطات الشاب المتطرفة، حيث ظهر في المدرسة بسكين طويلة ونشره مواد دعائية للتنظيم، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 27 من نوفمبر. اتفقت النمسا وتشيك على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع وزيري الخارجية في البلدين أمس الثلاثاء. وشدد الوزيران على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات للمنطقة، حيث تعاني من ظروف إنسانية صعبة، وبحث الوزيران سبل تحقيق توافق بين البلدين حول القضايا السياسية العالمية، بما في ذلك أهمية حل الصراعات عبر طاولة المفاوضات، وشددا على أهمية توسيع الاتحاد الأوروبي وضرورة تهدئة التوترات بين بلغراد وبرشتينيا. قام رجل بقتل زوجته، وذلك بعد تصاعد الجدال بينهم في بلدة بولس أوبركورتسهايم بولاية شتاينمارك مساء الثلاثاء. وتم اكتشاف جثة المرأة النمساوية واعتقال الزوج المشتبه به في ضلوعه في الواقعة، وكانت الشرطة قد استجابت لنداء استغاثة يفيد بوقوع نزاع بين زوجين في أحد المباني السكنية. وعند وصولهم عثر على جثة المرأة داخل إحدى الشقق، وإذا ثبتت التحقيقات فسيكون هذا الحادث 25 من نوعه خلال هذا العام في النمسا. أظهرت دراسة جديدة أن 51% من النمساويين قللوا من استهلاكهم للحوم خلال العام الماضي في معدل يوازي المعدل الأوروبي. ووفقا للدراسة التي أجرتها منظمة بروفيتش غير الحكومية، فإن الدافع الرئيسي لتقليل استهلاك اللحوم في النمسا كان لأسباب صحية، حيث يلتزم 37% من النمساويين بالنظام الغذائي النباتي. وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات النباتية يبقى العائق أمامهم، حيث ذكر 38% منهم أن الخيارات النباتية
باهظة الثمن. كانت هذه نشرتنا مشاهدينا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.